السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو السادس في المدن الذكية، وهنتكلم على الذكاء الصناعي لأنه مهم جدا في المدن الذكية. موضوع الذكاء الصناعي من أكتر من جهة، من جهة استنتاج اللي هيحصل، ومن جهة رد الفعل السريع. ما ينتظرش إن إنسان يتدخل ويختار الاختيار، لا، هو لو في مثلا فيضان معين أو في زحمة مرورية في شارع آخر، فهو يبقى عنده ذكاء صناعي ويفكر ايه هاخد انهي قرار، ويبقى عنده نوع من انواع التعلم العميق ديب ليرنينج. في الاول من سبتمبر عام 2017، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيخاطب مجموعه من الطلاب الروس في جميع انحاء البلاد في اول يوم ليهم في المدرسه. فقال لهم الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ليس فقط لروسيا ولكن للبشريه جمعاء، ومن يصبح القائد في هذا المجال سيصبح حاكم العالم اجمع. الذكاء الاصطناعي أصبح المورد الأقوى الذي سيحدد مصير الأمم في الأزمنة المقبلة. ده الواشنطن بوست سبتمبر 2018. وصحيفة جلوبال تايمز الصينية ذكرت في عام 2017 وضع مجلس الدولة الصيني خطة طموحة لتصبح الصين الدولة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. وحسب الخطة الموضوعة ستصل استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. وتوقعت مؤسسة الاستثمارات ميكنز في تقرير صدر في أواخر نوفمبر من العام الماضي أن تحل الروبوتات والذكاء الاصطناعي محل 800 مليون عامل بحلول عام 2030، أي خمس مجموع القوى العاملة في العالم. أن تكامل البيم مع الذكاء الاصطناعي يعطي قوة ويضمن للشركة الفوز بالمشاريع وتقليل المخاطر، حيث أن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة Artificial Intelligence and Machine Learning يتسللان لقطاع البناء والإنشاء. تعريف الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة. ومنذ التطور الذي شهده الحاسوب في منتصف القرن العشرين، تم اكتشاف أن الحاسوب باستطاعته القيام بمهمات أكثر تعقيدا مما اعتقدنا، حيث يمكنه اكتشاف إثباتات للنظريات الرياضية المعقدة، بالإضافة لقدرته على لعب الشطرنج بمهارة كبيرة. ومع ذلك، بالرغم من إجابات الكثيرة في سرعة معالجة وسائل تخزينه عالية، إلا أنه لا يوجد أي برنامج استطاعته مجرد مرونة العقل البشري، خصوصا بما يتعلق بقيامه بالمهمات التي تتطلب الاستنتاجات اليومية التلقائية لما يتم التعرض له. تعلم الآلة المشير ليرنينج وشار الله اختصار ML يمكن تبسيط مفهوم تعلم الآلة بأنه أحد الفروع المنبثقة عن علم الذكاء الاصطناعي اللي هي Artificial Learning. القائمة على برمجة الحواسيب بمختلف أشكالها لتصبح قادرة على أداء المهام وتنفيذ الأوامر الموكولة إليها بالاعتماد على البيانات المتوفرة لديها وتحليلها مع تقييد التدخل البشري في توجيهها أو تغييبه تماما. ويشار إلى أن مصطلح تعلم الآلة قد ظهر بإعاز من رائد الذكاء الاصطناعي أرثر سمويل في سنة 1959 ضمن نطاق عمل مختبرات IBM. ومن الجدير بالذكر فإن الآلة في هذه الحالة يجب أن تعتمد على تحليل البيانات المدخلة إليها مسبقا لمواجهة الأوامر والمهام المطلوبة منها، فيكون دور العنصر البشري ضئيلا جدا في نهاية المطاف. التعلم المتعمق أو التعلم العميق Deep Learning هو مجال بحث جديد يتناول إيجاد نظريات وخوارزميات تتيح للآلة أن تتعلم بنفسها عن طريق محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان. واحد فروع العلوم التي تتناول علوم الذكاء الاصطناعي، ويعد فرع من فروع علوم التعلم الآلي، وتركز معظم أبحاث التعلم المتعمق على إيجاد أساليب استنباط درجة عالية من المتجردات بتحليل مجموعة بيانات ضخمة باستخدام متحولات خطية وغير خطية. من ناحية أخرى، هناك بعض التطبيقات التي استطاعت أن تضاهي مستوى أداء الخبراء والمحترفين بالقيام بمهمات محددة. ومن هذه التطبيقات المحدودة التي استطاع الذكاء الاصطناعي القيام بها هي التشخيص الطبي ومحركات بحث الحاسوب وقدرته على التعرف على الصوت والكتابة اليدوية. بسط العبارات، يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكن أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. يتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال، بعض هذه الأمثلة: تستخدم روبوتات المحادثات الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة. القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات الهامة
من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة. يمكن لمحركات التوصية بتقديم توصيات مؤتمتة للبرامج التلفزيونية استنادا إلى عادات المشاهدات المستخدمين، زي ما بيحصل في اليوتيوب لما تتفرج على بعض الفيديوهات تجيلك بعض الحاجات القريبة من اللي انت اتفرجت عليها. يعني ممكن مثلا شفت مسلسل ليحيى الفخراني، الحلقة 30 يبدأ يجيب لك مسلسل تاني ليحيى الفخراني، تمام؟ بيبدأ يشوف الناس بتتفرج على ايه بعد ايه، وتبدأ ان هو يربط بينهم. والذكاء الاصطناعي لا يقتصر على انتاج الانسان الآلي والعمليات الاصطناعية فقط، بينما هو احدث علوم التكنولوجيا التي يهدف الى محاكاة العقل البشري وانماط عملها لتنفيذ المهام بدقة وسرعة اكبر من العقل البشري، وذلك من خلال القدرة على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرار والمقدرة على حل المشاكل وإزالة العقبات بسرعة ودقة تفوق العقل البشري. علم وهندسة صنع آلات ذكية، مضيفا إلى أنه لا يسعى لأن يحتل الذكاء الاصطناعي دور العقل البشري كما اعتقد البعض، بينما تم تطوير علم الذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة العقل البشري على تطوير الأعمال في ظل منظومة أصبحت أكثر تعقيدا. إن الذكاء الاصطناعي يتعلق بقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورا عن الروبوتات عاليات الأداء شبيهة بالإنسان التي تسيطر على العالم، إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر، إنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، مما يجعله أصلا ذو قيمة كبيرة ضمن أصول الأعمال. وتشير الإحصائيات إلى أنه تساهم 10 تطبيقات رئيسية للذكاء الاصطناعي في تخفيض تكلفة مشاريع البنية التحتية العملاقة بنسب تصل إلى 50%. الذكاء الاصطناعي في التصميم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر حلولا للتصميم ويختار الأفضل، مثل تصميم وتوزيع شبكة إطفاء الحريق أو الصرف. من خلال بعض القواعد يمكن دراسة أفضل السيناريوهات وإعادة جدولة مهام المشروع، كما يمكن اكتشاف أفضل حلول للتعارضات ودراسة الحلول الأفضل والاختيار بينهم. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم النموذج والتأكد من مطابقته للمعايير. وفي مقال نشر مؤخرا بعنوان التصميم المعماري بمساعدة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligent Aided Architectural Design، ناقش جان كيوتزي أساليب مختلفة لتنفيذ خوارزميات قائمة على الذكاء لتحسين التصميم، تشير إلى أن الخوارزميات التطورية أصبحت مسألة تهم الفنانين والمصممين والمهندسين المعماريين، مضيفين أن تطبيقاتهم في التطبيق المعماري تمت دراستها منذ فترة طويلة، ويلاحظون أن الخوارزميات التطورية يمكن أن تساعد المصممين على حل المشكلات عن طريق تحسين أشياء مثل الهيكل الإنشائي واختيار المواد. ربما تكمن الفرصة الأكثر إثارة مع الخوارزميات التطورية الذكية في مراحل التصميم المبكرة. على سبيل المثال، تكون خوارزميات ميتابيلت لتقييم النماذج والبيانات الأخرى المتعلقة بأداء الطاقة والإضاءة والراحة الحرارية وجودة الهواء لإنشاء خيارات تصميم تلبي أو تتجاوز أهداف الاستدامة. والأفضل من ذلك أنه يقيم عوامل أداء التكلفة لحد من نفقات دورة الحياة والحفاظ على فعالية التكلفة. التصميمات التي تأخذ حقا الاستدامة والراحة والتكلفة في الاعتبار بجدية ستنتج مباني أفضل في المستقبل. يكون أن تتكلم في المايك مع الحاسوب وتكون لها قمة في فيلم هير وبرنامج إسري في الآيفون. فيلم هير ده الراجل سرح واعتقد إن البرنامج دوت هو يعني جيرل فريند بتاعته، واتصدم إن في ناس تانية بيتكلموها، يعني حس إنها خاينة. ريدا كان تصمم ليه منزلا بمساحة 5 أدوار على مساحة 200 متر بتصميم لكوربوزيه، في خلال ثواني يقوم الحاسوب بالتصميم المعماري والإنشائي والكهروميكانيكا بأفضل تصميم صديق للبيئة ونموذج بيم خالي من التعرضات. متى يكون هذا؟ قريبا بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يتطور كل ثانية، وقد تطور كثيرا وقت قراءتك للمقال عن وقت نشره مختلفا عن وقت كتابته، وسيكون تطور عندما تنهي المقال. عندما يتطور الإنسان الذكاء الاصطناعي تتمكن من الاعتماد على نفسها بشكل منفصل عن الإنسان، حيث تقوم بإعادة تصميم نفسها بمعدل فائق في التزايد. وإن كان باتريك هيبرون من شركة أدوبي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يدخل في التصميم، لا أساس لهذا الكلام من الصحة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل البشر وخاصة كمصممين. هو بيقول إن لأ، مش هينفع إن هم يصمموا، بس كل شوية بيحصل تطور، بيبدأ هو يعمل أشعار دلوقتي وبيعمل لوح فنية وحاجات زي كده. الذكاء الاصطناعي في التنفيذ، يمكن للروبوت والدرونز والطابعات ثلاثية الأبعاد أن تأخذ تصميم البيم وتطبقه بالموقع مباشرة، ومن خلال الذكاء الاصطناعي يمكن التغلب على المشاكل المفاجئة التي يمكن أن تحدث.
كما يتم الآن مراقبة سير العمل بالموقع ودراسته، وهناك خوارزميات ذكاء صناعي لمعالجة الصور ومعالجة البيانات لتقليل الحوادث. كما يمكن تحليل الصور ومعرفة وتحديد العمال الذين لا يرتدون خوذات السلامة، ويمكن متابعة الشاحنات لمعرفة أماكنها حتى يستعد العمال قبل وصولها مباشرة. في كاميرات مراقبة بتبقى موجودة في الشوارع، لو أنت بتمسك الموبايل وبتكتب فيه بيروح مصورك على طول. لو أنت بشنطة الحزام الخط مش موجود بيبدأ يصور، يعني هو بيمسك كل صورة ويحللها. الذكاء الاصطناعي في التشغيل يمكن إدارة المبنى تلقائيا، وإدارة أعمال الصيانة، والتحكم في التجهيز والإنارة وتوفير الطاقة بشكل رائع من خلال الذكاء الصناعي للمدن وللمباني. الوجه الأسود للذكاء الاصطناعي، قام ايلون ماسك بتغريد صورة تعيد النقاش حول أمان الذكاء الاصطناعي. الطريف في الأمر إنها احتوت على صورة إعلان لإدمان المقامرة تقول الآلات هي من سينتصر في النهاية. مع العلم بأن ذلك لا يشير بوضوح إلى آلات القمار، ويمكن ماسك ويقول ماسك في خطابه الأكثر خطورة إن الخطر الذي شكله الذكاء الاصطناعي أكبر من الخطر الذي شكله كوريا الشمالية. In the end, the machine will win. وحذر خبراء مثل ستيفن هوكينج منذ فترة طويلة من قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير البشرية في مقابلة أجراها عام 2014، وذكر الفيزيائي الشهير أن تطوير الذكاء الاصطناعي بإمكانه إنهاء الجنس البشري، بل أنه يرى أن انتشار الأتمتة سيشكل ضررا على الطبقة المتوسطة. ويقول مايكل فازر كبير موظفي العلوم في ميتا ميد ريسيرش، إذا اخترع الذكاء الاصطناعي أعظم من الإنسان دون حذر كافي، فبنؤكد أن الناس البشرية سوف تنقرض في وقت قصير جدا. ومن الواضح على الأقل في المجتمع العلمي أن التنمية غير المقيدة للذكاء الاصطناعي قد لا تكون في مصلحة البشرية، وتبذل حاليا جهودا للبدء في صياغة بعض هذه القواعد لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الموجه أخلاقيا. فقدم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات أول مسودة من المبادئ التوجيهية التي يؤمل أن توجه المطورين في الاتجاه الصحيح. ويقول ستيفن هوكينج تطوير الذكاء الاصطناعي بإمكانه إنهاء الجنس البشري، بالإضافة لذلك فإن أكبر أسماء في التكنولوجيا تجتمع معا للتنظيم الذاتي قبل اتخاذ الحكومات أي خطوات. وقد بدأ بالفعل الباحثون والعلماء من شركات تكنولوجيا كبيرة مثل IBM وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وفيسبوك بمناقشات لضمان تحقيق الذكاء الاصطناعي المنفعية الإنسانية وليس تهدها. ما زال الطريق طويلا أمام الذكاء الصناعي قبل تشكيله تهديدا، مع ذلك فإن التقدم يمضي نحو الأمام على قدم وساق. كما ترى في المجالات وليس فقط صناعات البناء يوجد خوف حقيقي من الذكاء الاصطناعي، الآلات سوف تغلب البشر. وفقا لإلني أستاذ العلوم العصبية الحاسوبية بجامعة شيفيلد، فإن هذا الخوف في غير محلي. في نهاية المطاف ليس لمجرد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يتعلم، لا يتبع ذلك حقا أن الناس تتعلم فجأة جميع جوانب الذكاء البشري وتفوقنا. مضيفا إن الله يتعين علينا التأكد من أننا نستخدم هذه التقنيات بشكل مفيد. التعلم الآلي والذكاء الصناعي أدوات يمكن استخدامها بطريقة صحيحة أو خاطئة، مثل كل شيء آخر إنها الطريقة التي يتم استخدامها والتي يجب أن تهمنا وليس الأساليب نفسها. الوجه الأبيض للذكاء الصناعي، يعتقد مارك زوكربيرج وبيل جيتس وإيميت راي أند راي كورزويل أن الاستفادة التي سنكسبها من الذكاء الصناعي ستكون أكبر بكثير من الأذى المحتمل له. وعد الكاتب الأمريكي الشهير وعالم الكمبيوتر والمخترع راي كورزويل من الأصوات العديدة التي تؤمن بأنه يمكن للذكاء الصناعي أن يفودنا، وقال لطالما كانت التكنولوجيا سلاحا ذا حدين فالنار وفرت لنا التدفئة ووسيلة الطبخ، وفي نفس الوقت حركت منازلنا كتل في العرب العالمية الثانية 50 مليون شخص، وكان سبب ذلك بالتأكيد هو قوة التكنولوجيا في ذلك الوقت. يحب الدكتور إيميت راي أن يركز على الجوانب الإيجابية والوردية للذكاء الصناعي، وفي كتاب الذكاء الصناعي خارق رحيم إن قال إن الذكاء الاصطناعي هو أفضل وسيلة لتغيير المجتمع وإلغاء عدم المساواة. وعلى صعيد ما فإن البشرية الآن على وشك أن تدخل في عصر عبودية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وعلى صعيد آخر فإن البشرية على وشك التحرر من الآلام والمعاناة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات. وفي ظل هذا النمو المسرع للذكاء الاصطناعي فإن التوقيت هو كل شيء، والأمر متروك لنا في كيفية استخدام هذه الأدوات القوية. يمكن منع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطوير أجزاء معقدة من المشاعر العميقة مثل الحب والرحمة في خوارزميات التعلم. ويقول مارك زوكربيرج إنه متفائل بخصوص الذكاء الاصطناعي، وذات مرة علق على أحدهم أنا لا أفهم هؤلاء الناس الرافضين الذين يحشدون سيناريوهات نهاية العالم، إنه الأمر سلبي حقا، وأعتقد بأنه فعل غير مسؤول لحد كبير. وأخيرا فإن فكرة التفرد التكنولوجي أو الذكاء الفائق للآلة تعود على الأقل إلى رائد الذكاء الاصطناعي راي سولومنوف
الذي حظر في عام 1967، على الرغم من عدم وجود آفاق للآلات الذكية للغاية في المستقبل القريب، إلا أن الأخطار والمشاكل المحتملة صعبة وجدية جدا. سيكون من الجيد أن يكرس عدد كبير من البشر الأذكياء كثيرا من التفكير لهذه المشاكل قبل ظهورها. كيف أبدأ؟ لو أنت عايز تبدأ بقى في الذكاء الصناعي والقصة دي، لازم تبدأ تعلم لغة البايثون. لو قعدت تقرأ وتتفرج على فيديوهات للذكاء الصناعي من غير ما تكون عارف لغة برمجة زي البايثون، ممكن بايثون أو لغة تانية، عندك روبي لو تحب تتفرج على روبي، قصدي يعني تحب تتعلم لغة روبي، جافا، سي، سي بلس بلس، برولوج، كل الحاجات دي كويسة جدا، بس لازم يكون عندك لغة برمجة عشان تطبق الكلام اللي أنت بتسمعه. على الرغم من استخدام لغة بايثون في مجال الذكاء الصناعي أمرا حديثا، إلا أنها تعتبر من أفضل وأسرع اللغات في التعامل مع برامج هذا المجال، لأن عندها مكاتب كتيرة جاهزة، فمش هتبدأ تكتب كل حاجة من صفر. تتمتع بايثون بالعديد من المميزات حال ذاكرنا لمجال الذكاء الصناعي، فهي لديها مصادر عديدة، documentation، لغة سهلة وبسيطة، وحتى تعلمها عند مقارنتها بغيرها من لغات الـ Object Oriented Programming أو لغات البرمجة الكائنية. أيضا تمتلك لغة بايثون العديد من المكتبات التي تتعامل مع الصور مثل 3D Visualization, Toolkits, Maya, VTK, Bison Imaging Library والكثير من الأدوات الأخرى التي تخدم التطبيقات الإلكترونية والعلمية. تم تصميمها بشكل جيد وسريع للغاية، ما يجعلها مناسبة جدا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هي أيضا مفيدة على مدى واسع للبرامج النصية الصغيرة وكذلك تطبيقات المؤسسات الكبيرة، وتعتبر من ضمن اللغات مفتوحة المصدر، وهذه أيضا ميزة رائعة. دي بعض المكتبات البايثون زي الـ AIMA والـ ByDataLog والـ SimpleAI والـ EasyAI.